بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. الهندسة الكيميائية بتعتبر فرع من فروع الهندسة بشكل عام، بتطبق العلوم الفيزيائية والكيميائية وعلوم الحياة زي علم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية. خلينا نتكلم بشكل أكثر عن الهندسة الكيميائية مع الدكتور ممدوح جدلة، أستاذ مساعد رئيس قسم الهندسة الكيميائية بجامعة بورسعيد. دكتور ممدوح، أهلا بحضرتك. في البداية خلينا نتعرف على تخصص الهندسة الكيميائية. هو زي ما حضرتك قلت لسه، هو فرع من فروع الهندسة، زي بقيت مثلا ميكانيكال انجينيرنج، سيفل انجينيرنج. هو فرع متميز شوية لأنه بيطبق كل علم الكيمياء والبيولوجي اللي هو الأحياء، أيوة، والفيزيكس، مع بقى الانجينيرنج مثلا ساينس زي الايكونومكس والكنترول، بيطبقهم الكومبينيشن ديت كلها بتطبق عشان يا اما احول مواد خام لمواد مفيده، او اغير ماده موجوده في صوره احولها لصوره تانية. كل ده بيخدم البيئه في طبعا في مجالات عديده. فده يعني ببساطه الهندسه الكيميائيه. طيب عايزين نتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن مجال الهندسه الكيميائيه وتطبيقاتها بشكل عام. انا هقوله لحضرتك مثلا من الامثله اللي حوالينا ومنها يمكن نعرف تطبيقاتها. الهندسه الكيميائيه يعني تقريبا بتتداخل مع تقريبا كل شيء احنا بنلمسه في يومنا العادي، من منتجات بترول، من غذاء، ده تخصص هندسه كيميائيه. الطاقه هندسه كيميائيه، بقى المنتجات اللي احنا الاسمده، الاسمنت، السيراميك، طبعا البتروكيماويات اللي هي كل المشتقات اللي بتطلع من البترول او الغاز، الفارماسيوتيكال اللي هي الادويه دي برضو صناعه كيميائيه، محطات الكهرباء، الميه. فدي التطبيقات بتاعه الهندسه الكيميائيه. في كلها المهندس الكيميائي بيعمل تصميم او تشغيل او تحكم او بحث في المجالات دي كلها. يعني هل هناك علاقة بين الهندسة الكيميائية وعلوم الهندسة الأخرى؟ طبعا. أما هو الهندسة بصفة عامة هي عبارة عن مثلا سي عدد معين من العلوم، بتشترك كلها في علوم معينة. مثلا الفيزياء أساسية في كل علوم الهندسة، الميكانيكا، الماث، الرياضة مشتركة ما بين العلوم. لكن يجي بقى كل قسم يتميز عن القسم التاني في ايه، في يعني سام سبيشاليتيز. يعني مثلا الهندسة الكيمياء فبناخد احنا علوم كيميائية، علوم مثلا احياء، بيولوجي، طبعا باختلاف الاقسام الاخرى. لكن اكثر الفروع المرتبطة بيها ايه؟ من ناحية الساينس هما الكيمياء، ومن ناحية الانجينيرينج هما الميكانيكال، اللي هو الهندسة الميكانيكية. دول اقرب فرعين لينا من ناحية الساينتيفيك. طيب الصناعات القائمة على الهندسة الكيميائية هي كتيرة، لسه ذاكر منها كل الصناعات البترولية والبتروكيماويات، دي صناعات كيميائية. صناعات الأمونيا، النشادر، دي صناعات كيميائية. الأحماض اللي ممكن بنستخدمها في منتجات كتيرة، مثلا حمض الكبريتيك، صناعات كيميائية. الكلوريد الفينايل اللي هي البلاستيكس برضو صناعات كيميائية. قلت الاسمده، ايوه الاسمده برضو صناعات كيميائيه. الاسمنت ده صناعه كيميائيه. السيراميك والزجاج، فهي يعني هي موجوده بشكل احنا بنلمسه في حياتنا اليوميه بشكل كبير. دكتور ممدوح، هل نقدر نستغل الهندسه الكيميائيه في مجال البيئه؟ طبعا هي كل فروع الهندسه هي ليها يعني كلوز ريليشن مع البيئه، يمكن بالاخص برضو الهندسه الكيميائيه. الهندسه الكيميائيه الناس ممكن تبص لها لان هي بتطلع يعني ملوثات للبيئه، بس هي في الحقيقه برضو طبعا اي صناعه ليها نفايات. أيه. لكن في المقابل هي تقدر تخدم في البيئه بشكل كبير جدا. يعني معالجه الميه هي عباره عن تطبيق من تطبيقات الهندسه الكيميائيه بشكل كبير. مثلا بيستخدموا مايكرو اورجانيزم اللي هي كائنات دقيقه عشان تشيل كل المواد الصلبه العضويه اللي موجوده في الميه. ده الاكزامبلز بتاعه كل زيوت اللي هي المستنفذه، لما انا بحولها لمنتجات
كيميائية أو منتجات مفيدة للبيئة، فهي في الحقيقة أنا حليت مشكلة كبيرة من البيئة. الانبعاثات اللي موجودة تقريبا في معظم المحطات أو في المصانع دي حاجة بيئية، ففروع الهندسة الكيميائية أو تخصص الهندسة الكيميائية بيبقى ليه دور كبير إن أنا أقلل التأثيرات البيئية دي، وطبعا بالإضافة بقى مش حاجات ملوثات بيئية بس، بالإضافة بقى إنها بتخدم البيئة. يعني لو بصينا للبيئة كمجتمع، أيوة صناعة السكر ما دي صناعة كيميائية، البنسلين، كل الأدوية ما دي صناعة، حتى الأغذية، حفظ الأغذية، تصنيع المبيدات الحشرية اللي بيستخدموها في الزراعة، ما دي برضو بتخدم البيئة يعني بصورة. حضرتك ذكرت في بداية الحلقة إن من ضمن فروع الهندسة الكيميائية فرع الهندسة الحيوية. حضرتك ادينا فكرة عنه. طبعا هو الهندسة الكيميائية كاسم عام هو بيشمل جواه على تفاعلات كيميائية. يعني في مادة تتفاعل مع مادة عشان تديني مادة. مثلا البسيط زي الأسبرين. الأسبرين ده دواء كل الناس عارفين الأسبرين ده عبارة عن بيتحضر ازاي، بجيب مادة اسمها مثلا سلسلك أسيد ومادة تانية اسمه أسيتك أنهيدرات، دول مادتين بيحطوهم مع بعض بيتفاعلوا بيدوني المنتج اللي هو الايه؟ الأسبرين، وزايد منتجات أخرى جانبية. فده تفاعل كيميائي. لو التفاعل الكيميائي ده بيشمل على كائن حي يبقى اسمه تفاعل بايوكيميكال، اللي هو التفاعل الحيوي. زي مثل بسيط التخمير الفيرمنتيشن، يعني الكحول اللي احنا بنسمع عنه الإيثانول اللي هو كوقود وبيستخدموه في استخدامات كتيرة، ده بيطلع عن طريق التخمير. التخمير بتاع ايه؟ بتاع اي سكريات، الجلوكوز. لو الجلوكوز في بكتيريا معينة، ده بكتيريا ده كائن حي، هو اللي بيعمل التفاعل. التفاعل ده بيسموه تفاعل حيوي. ومن هنا بيجي اسمه بايوكيميكال انجينيرينج، فهما الاثنين يعني ريليتد لبعض. فالهندسه الحيويه طبعا هي فرع من فروع الهندسه الكيميائيه، بس بتتميز بايه؟ ان هي فيها تفاعل حيوي مش تفاعل كيميائي فقط. تفاعل كيميائي يعني ما فيهوش حاجه حيه. لكن الحيوي في كائن حي. وطبعا ده موجود في مجالات كتيره. يعني مثلا معالجه الميه ده هندسه كيميائيه حيويه. ليه؟ بيجوا كل السوليدز، المواد الصلبه اللي موجوده في الميه، عشان يحولوها او يشيلوها بيجيبوا بكتيريا، نوع معين من البكتيريا بيتغذى على، وده طبعا كائن حي، بيتغذى على كل الملوثات دي، البروتينز اللي موجود فيه والسكر، وبيحوله لحاجه تانية اقدر بسهوله ان انا افصلها. يبقى انا كده عالجت الميه باستخدام البكتيريا. والتخمير نفس الكلام. يمكن برضو من الأمثلة المشهورة الجديدة دلوقتي البيوجاز اللي هو الغاز الحيوي. كل النفايات، مثلا النفايات الأدمية، النفايات الحيوانية دي ممكن أحولها باستخدام بكتيريا أحولها لغاز. الغاز الميثين اللي هو بيسموه، اللي هو زي الناتشرال جاز، يعني الغاز الطبيعي، بس بيبقى اسمه غاز حيوي عشان طالع من تفاعل حيوي. دول يمكن من أمثلة الموضوع. طيب احنا اتكلمنا عن تطبيقات الهندسة الكيميائية في مجال البيئة، ماذا عن المجال الزراعي؟ طبعا في مجال الزراعي يمكن بنلاقي تطبيقات الهندسة الكيميائية في أكتر من صورة. الأسمدة طبعا، الأسمدة ما فيش نبات بينمو من غير أسمدة. فالأسمدة هي عبارة عن منتجات كيميائية يا إما فيها العناصر اللي هي المفيدة للنبات اللي هو البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، فده بيتحضر في صوره اليوريا نفسها، ده عباره عن سماد. فدي دي صناعه كيميائيه بتحضر، بتبدا مثلا من ممكن من الغاز الطبيعي يحولوه لهيدروجين، وبعدين الهيدروجين مع النيتروجين يديني امونيا، ودي تقريبا بتاخد سكه لتحضير الفيرتلايزرز اللي هي الاسمده. في صوره اخرى اللي هي المبيدات الحشريه، دي برضو نفس الكلام. طبعا الصناعات الغذائية اللي هي مبنية على المنتجات الزراعية هي برضو صناعة زي السكر. صناعة السكر دي عبارة عن صناعة كيميائية بتعتمد على قصب السكر. فدي مجالات أو يعني تطبيقات الهندسة الكيميائية في مجال الزراعة. حفظ الأكل، مثلا تحويل العصائر اللي الناس بتشربها في البيت، ده بمحلول مخفف، لكن هو بيبقى في بدايته مثلا نبات معين بيحصل له عمليات كيميائية، سلسلة من العمليات الكيميائية لحد ما يوصل في الصورة الأخيرة
ان هو عصير، ان هو يبقى عصير. فده برضو دي صناعه كيميائيه في مجال الزراعه او الفود. من بين فروع الهندسه ايضا هندسه التكاليف هو فرع ذو اهميه كبيره نظرا للتطور المستمر في مجال الصناعه، حضرتك ادينا فكره عنه. هو التكاليف مش مقصور بس على الهندسه الكيميائيه، هو التكاليف ده فرع من فروع الهندسه بشكل عام. بشكل عام بالظبط. فالاقيه في اي تخصص، لان اي طبعا اي تخصص هندسه لازم اخر مرحله يمر بها التكاليف. لو انا بعمل ديزاين لمصنع جديد، ايوه، لازم تبقى اخر مرحله يبقى انا عندي تكلفه اجماليه طبعا بكل مكونات المصنع بتتحسب. ونفس الكلام لو انا بشتغل على بحث معين، يبقى لازم البحث ده في الاخر يبقى ليه مردود اقتصادي. أيوة. فلازم احسب له يعني التكاليف المختلفه للموضوع ده، وبعد كده في الاخر الربح هو اللي بيحدد الاتجاه. طيب دكتور ممدوح، ازاي نقدر نعظم الاستفاده من الهندسه الكيميائيه في المجال الاقتصادي؟ والاقتصاد مبني على الصناعات، والصناعات يعني نسبه كبيره من الصناعات هي صناعات كيميائيه، مجال البترول، مجال يعني كل معظم المنتجات اللي ممكن نصدرها مثلا من مصر هي في الحقيقة منتجات بتنتج من صناعات كيميائية. فالاهتمام لو يعني دخل في كل الصناعات دي، يبقى احنا يعني بنقدر نعمل بروفيت، ربح اكتر، وطبعا اقتصاد اكتر من ناحيتين، من ناحية البرودكشن نفسه ان انا ازود الانتاج، ومن ناحية تانية ان انا اقلل التكلفة. ففي الحالتين بيزودوا البروفيت. وطبعا اكيد لو في منتجات بتتصدر بيبقى لها مردود اقتصادي. طيب بشكل عام رأي حضرتك في البحث العلمي في مصر وكيف يسير؟ هو طبعا بيسير بنمو. يمكن ايام ما انا درست زمان يعني يمكن كان البحث العلمي مش منتشر قوي بالصوره اللي احنا فيها الايام دي. يعني دلوقتي في اتجاهات كتير قوي للتمويل، في مشاريع بحثيه، في خطه، حتى دلوقتي في خطه بحثيه للدوله. يعني دلوقتي يعني ما فيش مركز ابحاث او مركز علمي او جامعه او قسم بيعمل خطه بحثيه غير لما تكون موجوده ضمن الاطار بتاع الخطه البحثيه للدوله. فالخطه البحثيه للدوله بتحط محاور معينه، وبعد كده كل جامعه تتبنى المحاور دي وتنزل من يعني توب داون، ان هي تنزل من مثلا مستوى الجامعه لمستوى الكليات، ومستوى الكليات للاقسام، ويبقى في الاخر خالص يبقى القسم بيعمل مشاريع بحثيه او اتجاهات بحثيه بتخدم المنظومه دي كلها. ويمكن احنا عندنا في القسم في بورسعيد يعني مؤخرا بنعمل خطه بحثيه، فبنحط فيها المحاور اللي هي البحثيه اللي موجوده من الدوله. ولازم نغطي مثلا بحث يعني اتجاه مثلا دلوقتي في الطاقه، فلازم يبقى الابحاث كلها ماشي في نفس الاتجاه بالظبط، تنعكس على الطاقه. لو في ابحاث قديمه ملهاش دلوقتي اي اهتمام او مردود، يبقى مش محتاجينها. يعني ما هو الابحاث كتيره، بس يعني البرايورتي لمين؟ انا انهي افضل انهي اتجاه على اتجاه. أيوة. طبعا دي لازم تمشي ضمن المنظومه اللي هي الكبيره عشان تدي مردود جماعي. طيب المعوقات اللي حضرتك شايفها في مجال البحث العلمي، وازاي نقدر نتخطى هذه المعوقات او العقبات اللي بتواجه البحث العلمي في مصر؟ هو يمكن في نقطتين، نقطه التمويل ونقطه الداتا، البيانات. التمويل طبعا يعني ما فيش بحث بيمر بدون تمويل، حتى لو بحث نظري. مع بحث نظري ما انا عاوز كمبيوترز، عاوز سوفت ويرز، عاوز برامج معينه، لازم الواحد يشتريها. أيوة. ولو عملي طبعا بتبقى التكلفه اكتر. يعني انا عشان ادرس ظاهره معينه او احول مثلا زيت مستنفذ بتاع الاكل البايو ديزل، ما انا محتاج جهاز، ومحتاج مواد خام، ومحتاج انرجي، ومحتاج، فدي كلها بتبقى تكاليف. ايوه. فهو يبقى يعني هو الفند اللي هو التمويل ده اساسي. الحاجه الثانيه اللي هو التطبيق بقى، ان انا عشان هدرس ظاهره معينه، فانا محتاج حاله ادرس عليها. والحاله دي طبعا يفضل انها تكون داخل مصر. ايوه. فلازم يبقى فيه داتا من شركه او مصنع في مصر. بسهوله انا ممكن اجيب الداتا دي من بره مصر، بس هيبقى ايه الاوتبوت؟ مفيش. يبقى يعني هيفيد الناس اللي بره اكتر.
فيبقى ان في اللي هي اللينك او الكونكشن بين الريسيرش سنترز والاماكن نفسها اللي هي فيها الصناعه نفسها او المصنع. ايوه طيب، ده بالنسبه للبحث العلمي بشكل عام في مصر، حضرتك رؤيه حضرتك الشخصيه لتطوير البحث العلمي. يعني اي جيس ان هي لازم أن تبقى يعني زي نتورك بتوع ساينتست، يعني علماء وفي نفس الوقت ناس من الاقتصاد، ويحطوا خطه لتطوير البحث ويشوفوا، يعني ده اكيد دي طبعا موجوده بس يعني المفروض يعني تفعل بشكل او اخر، يعني يشوف الاتجاهات كلها البحثيه اللي موجوده والاحتياجات، وطبعا والمان باور. وحضرتك قلتي المان باور موجوده عندنا في، يعني موجوده عندنا في مصر كتير، يعني الجامعات في مصر مليانه يعني ريال ساينتست، بس يمكن محتاجين اللي هو برضه الجايدنس، وفي نفس الوقت يبقى في المنظومه اللي هي اللي الواحد يمشي من خلالها. ايوه واكيد يعني لما يتحط تصور للبحث هيخدم جميع الاطراف. كلمه اخيره لشباب الباحثين اللي بيقوموا بالبحث العلمي في عده مجالات. يعني هو القرايه اكتر حاجه بت يعني بت بتخلي الباحث يمشي في اتجاه صحيح، الاتجاه الصحيح، يمكن لان القرايه هي النولج اللي الواحد بيكتسبها، من بدون نولج انا مش هعرف اصلا همشي ازاي. فيعني هي يعني في اي بحث، وطبعا الباحثين الكبار عارفين كده والباحثين الصغيرين المفروض يعرفوا، اي نقطه بحث لازم بتبدا بفتره قرايه كتيره، يعني لازم يكون الباحث ملم بجوانب المعرفه والثقافه. طبعا طبعا. وكمان لاني انا ممكن نقطه بحثيه بشتغل فيها النهارده ومن غير ما اخد بالي هي معموله بقالها سنه او سنتين او ثلاثه بره مصر، فههدر الطاقه والجهد في حاجه اوريدي معموله. وبعدين مش غلط ان انا ابدا من حاجه معموله، بالعكس. يعني انا لما اكون عاوز اشتغل في نقطه بحثيه واقرا عنها، طب انا ممكن اللي انا كنت اعمله ده انا اطور على اللي معمول واوصل لنتائج احسن. أيوة. بدل ما ابدا من الصفر. فهي القرايه يعني هي ضروريه. دي اول نقطه، هل في نقاط اخرى حضرتك تنصح شباب الباحثين بيها؟ هو يعني لازم الواحد يتطرق لمواضيع يعني جديده تكون، يعني في ممكن ناس بتعمل ابحاث وفي الاخر خالص بنلاقيها نظريه بحته، وفي نفس الوقت بتبقى قتلت بحثا. يعني بالظبط كده. ما هو من القرايه هيعرف. من القرايه هيعرف الخطوه الاولى، هيعرف اذا كانت البحث ده ستيل يعني تم تناوله قبل كده او لا. أيوه. لان اقدر اطور عليه، يعني ما حدش بيبدا من الصفر. لكن النقطه اللي بقول عليها ان يعني الباحث يبقى يعالج حاجات فعلا حقيقيه. يعني اي بحث دايما بيبدا ببروبوزل، مقترح. ايوه. ودايما المقترح في بدايته يعني يا ياخد يا ابروفال يا لا، موافقه او لا. بالظبط. وده طبعا الموافقه بتيجي من الاهميه والدور، الدور بتاع البحث هل ليه يعني ليه مردود بيئي اقتصادي علمي او لا. فيمكن دي من النقطة برضو المهمة ان الباحث ان هو اول حاجة ان يكون ملم بجوانب المعرفة والثقافة، تاني حاجة ان هو يبني على اللي موجود ويكون البحث بتاعه فعلا هيخدم حاجة فعلا موجودة يعني. والهارد وورك طبعا ده اساسي، يعني ان هو يشتغل. طبعا لازم يكون مجتهد. بالظبط كده. يعني مش لان الكسل في الريسيرش، بنلاقي واحد بيشتغل في النقطة سموير في مكان ما واسرع مني لانه انشط مني، فقدر يحقق نتائج انا كان ممكن احققها لو انا كنت مجتهده اكتر من كده. ودي بتحصل، واحد لما بيعمل ليترشر سيرفي بيشوف الاول الموضوع اللي هيشتغل فيه، يلاقي فيه حاجات تكون خطرت على بال الشخص. يبقى اذا في واحد قبله سبقه. بالظبط. يعني وممكن يبقى بشهور. انا فاكر بحث من الابحاث، كنا بنعمل بحث معين ولقينا ارتكل بحث منشور تقريبا من 6 اشهر، معناه ان هو يعني سبقنا بفتره صغيره جدا، مش كبيره. يعني 6 اشهر ده وقت البحث عشان يتنشر بياخد تقريبا 4 اشهر. يعني هو سبقنا كده بشهرين تقريبا. بالظبط. فالهارد وورك يعني لازم العمل. احنا نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لكل شباب الباحثين التوفيق ان شاء الله علشان يقدروا يقدموا لنا ابحاث تخدم المجتمع بشكل حقيقي. شكرا جزيلا. احنا بنشكر حضرتك دكتور ممدوح جدله، استاذ مساعد رئيس قسم الهندسه الكيميائيه بجامعه بورسعيد، شرفتنا في قناه النيل الاخبار. شكرا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقه من برنامج حديث العلم. الاسبوع القادم حلقه جديده. الى اللقاء.